نسمع. تم الاتفاق خلال الاجتماع اللي عقده المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل البارح، واللي خصص لمناقشة التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2018، وخاصة أيضا فحوى اللقاء الأخير لوفد الاتحاد وخبراء قسم الدراسات مع وزارة المالية على تحديد موعد جديد للاجتماع، واللي باش يكون يوم الاثنين القادم، بغاية ضبط السياسات اللي باش يتم التوجه بها إلى الحكومة كمقترحات. كما تم الاتفاق أيضا على توسيع التشاور، وحدد الاتحاد العام التونسي للشغل اجتماع جديد باش يعقد غدا الاحد، مكتب تنفيذي وطني باش يخوض ايضا في ملف الصناديق الاجتماعيه. فما ملفات اليوم معناها بتطرح بقوه وبالحاح في تونس. خلينا نبدا بملف مشروع قانون الماليه لسنه 2018، واللي على اساسه هو باش تبنى الميزانيه، واللي اتحاد صناعة وتجارة مؤخرا أبدى تحفظاته على بعض النقاط، بعض النقاط والفصول وبعض التوجهات. اليوم كذلك اتحاد العام التونسي للشغل قاعد يحضر في مقترحات. يبدو حسب الظاهر أنه مشروع قانون المالية هذا باش يلقى برشا انتقادات واعتراضات، سيثير الكثير من الجدل ولأنه قائم أساسا على أساس توجه نحو الجباية أكثر ربما ما هو قاعد يفكر من زاوية خلق الثروات والاستثمار. معناها تقريبا لحد الان مازلنا بعد 7 سنوات من 14 جنفي 2011 نتقارب الميزانيه بطريقه غير مبتكره وبطريقه قديمه، وتخلي بالتالي قد نقع في نفس المشاكل، مع انه حاجه اخرى اليوم المواطن ربما من خلال ارتفاع الاسعار وغيرها هو بيدو ما عادش عنده قدره ربما باش يعطي اكثر من خلال الجبايه. حاجه اخرى كذلك الجبايه على المؤسسات قاعدة تطرح في الكثير من نقاط الاحتجاج، وصولا إلى اليوم عنا مسألة الرفع في الأداء على القيمة المضافة. اليوم بعض الخدمات كالخدمات القانونية اللي ربما ما طرحتش المرة اللي فاتت باش تعاود تطرح مسألة، ونعرفوا عميد المحامين قال أنه بالطريقة هذه المحامين باش يتضروا، وكذلك حتى المتقاضين باش نقضيوا على حقهم في أنهم يمشيوا للقضاء لأنه باش ترتفع التكلفة. إذا فما وضعية صعيبة. يضاف إلى ذلك بالطبع أنه ملف الإصلاحات الكبرى من خلال تعهد مسألة الصناديق الاجتماعية، الشركات العمومية، القطاع العام، إذا الوضعية الحرجة نتاعها أيضا، وضرورة التعهد يعني الإصلاح متأكد. هو اليوم المشكل في تونس أنه كنا متفقين من حيث المبدأ على أنه يلزمنا نصلحه، ولكن كي ندخلوا ما زلنا في مستوى ربما في مستوى الشعار. اليوم أنا أعتقد أنه لابد من أنه تكون فما خطة تفصيلية في أدق الجزئيات، ويتفقوا حولها الجميع ويشرعوا في تنفيذها مع الإيمان الكامل أنه راو كل طرف باش يقدم تضحيات، تضحيات باش تكون متبادلة. نحاولوا أنه ما يكونش طرف على حساب طرف، ولكن ما نجموش نقدموا بتونس إذا كان باش يقعدوا بالطريقة هذه، طريقة زيد الماء زيد الدقيق، زيد في الأسعار زيد في الأجور، في المقابل ما ننتجوش وهذا ما يؤدي إلى التضخم. معناها اليوم وضعية لابد من أن تشوف. كذلك مؤسسات القطاع العمومي أغلبها للأسف أصبحت عبء على المجموعة الوطنية، هذا وضع صحيح كلنا نحب ونحافظ عليها، ولكن مش الثمن، ولكن هذه حقيقة معناها حقيقة ومش الثمن أنه نزيدوا نحن ندفعوا، وفي المقابل الكثيرين من اللي فيها لا قاعدين يزيدوا في الإنتاج لا في الإنتاجية، لا قاعدين يحافظوا على المؤسسات هذه أكثر من هكا، من غير ما معناها نزيدوا نقصوا أكثر. الجميع مسؤول على الوضعية هذه بدرجات متفاوتة. خليوا الشعارات والنوايا الطيبة والأفعال اللي مش طيبة برشا على جنب، ونجي ونقعد على طاولة ونتفاهموا الكل ونتوكلوا على ربي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه أكيد.